من جديد برحب بكم مرة تانية ومكملين لقاءاتنا عقب فوز النادي الأهلي على نادي الاتحاد 63-60 في المباراة التانية من 3 مباريات. يعني إن شاء الله فاضل على الحلم وبطولة الدوري بإذن الله خطوة واحدة. مباراة كبيرة النهاردة عملها فريق النادي الأهلي. معانا كابتن أحمد الجرح المدرب العام لفريق النادي الأهلي. كابتن أحمد، يمكن المباراة النهاردة صعبة، أعتقد أصعب مباراة في 3 مباريات. بدأنا يمكن ما كانش فيه توفيق شوية، الكوارتر التاني والتالت رجعنا وفرقنا كتير، الكوارتر الرابع كان فيه تراجع في الأداء النهاردة. يعني كلمنا بقى واشرح لنا إيه اللي حصل في المباراة النهاردة. يعني الله يبارك فيك، الاول مبروك لجمهور النادي الاهلي المكسب النهارده. زي ما انت عارف هي دي عاده ماتشات الاهلي والاتحاد السكندري، الماتشات كلها ايكوال جيم لاخر لحظه. طلعنا النهارده 10 بونت وكان جالنا فرصه واثنين وثلاثه ان احنا نقتل الجيم. كان في بعض القرارات الغلط اللي هنشتغل عليها من بكره ان شاء الله في التمرين، ان احنا يعني لازم يكون عندنا كنترول اكتر من كده، وان احنا نعرف نفنش الكور اللي هي بتبقى مهمه في الوقت ده بحيث ان احنا ما نصعبهاش على نفسنا. الماتش كان في الاخر ممكن يروح، ودي يعني ده مش عايز اقول لك ان دي حاجه جديده، ده دي ماتشات الباسكت دايما بتبقى كده سواء لينا او ليهم. ممكن احنا نرجع، ممكن هم يعوضوا، ممكن احنا نفوت شويه في الكوارتر من الكوارترات، هم يعملوا كومباك ويرجعوا. فماتشات الباسكت كده خصوصا لما يكونوا الفرقتين كبار زي الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري فريق كبير جدا مع كابتن احمد مرعي مدرب على اعلى مستوى. النادي الاهلي الحمد لله بيأدي اداء مميز، بنحاول نتغلب على كل الاصابات اللي عندنا، في لعيبه بتلعب وهي مصابه، في لعيبه لسه مصابه، بس يعني ان شاء الله يعني زي ما بيقولوا الاهلي بمن حضر باذن الله. كابتن احمد، يعني زي ما بنقول الحوافز اعتقد اكبر عندنا، احنا فاضل لنا ماتش واحد وان شاء الله ناخد بطوله الدوري ويبقى موسم تاريخي اللي هو يعني النجمه الكامله او العلامه الكامله من كل البطولات اللي دخلناها. هتتكلموا على لعيبه ايه خاصه ان يعني ما فيش غير فاصل بس هو يوم واحد ما بين المباراتين، هتتكلموا في ايه؟ يعني الاعداد هيكون ازاي في الفتره القصيره دي؟ يعني نفس الروتين اللي احنا بنشتغل بيه، هيبقى في ريكفري النهارده عشان اللعيبه ترجع لحالتها، حاله استشفاء يعني بتاعتها، وترجع تقدر تأدي نفس المجهود مع نفس الفرقه. بصراحه بشفق على اللعيبه سواء هنا او هنا. هيبقى بكرة في فيديو ميتنج وهيبقى في تمرين إن شاء الله خفيف، يعني بس تصحيح الأخطاء، والفيديو بنشوف فيه أخطائنا ونستعد للماتش الأخير بإذن الله اللي هو اللي بعد بكرة بإذن الله إن شاء الله يبقى الأخير. يعني فيا رب يا رب وتكمل على خير وان شاء الله نقدر نفرح جمهور النادي الاهلي باذن الله. طمنا بقى على الفريق، يمكن عوده احمد اسماعيل النهارده يمكن مش جاهز، يعني كان جاهز طبيا لكن فنيا اعتقد لسه الحساسيه، يمكن ما فشاركش فترات طويله، بنفتقد ابو الناصر النهارده. يعني اللعيبه المهمه في الفريق وشايف تدعمه ازاي الفتره الجايه؟ بص طبعا احمد اسماعيل، لا بشكره، احمد اسماعيل بيلعب وهو متحامل على نفسه وقد العكس. انا شايف النهارده ان هو بالرغم ان هو ما لعبش اوقات كبيره لكن هو كان مفيد جدا في الاوقات اللي لعب فيها، يمكن ده من احد اللعيبه اللي فرقه معانا. صدقني كل لعيب في ال 15 لعيب اللي في القايمه ليه دور، وكل لعيب مش موجود في السكور ليه دور. بيبقى في ماتشات بينزل فيها، النهارده شفنا ابراهيم جمال بقاله فتره ما شاركش، النهارده نزل ادى دوره كان احنا عايزين نفتح بيه الملعب، ان هو راجل شويت، هم مش هيسقطوا عليه، هيبقى الملعب مفتوح، هيبقى هيخلق فرص اكتر لايهاب او عمرو، الناس اللي بتعرف تخش على الحلقه، ان هو يعني دايما هيبقى معمول حسابه. اللعيبه اللي بره كلها، مودي الجرحي المعداوي، عمر عزب لما اتصاب شفنا مودي الجرحي لعب قبل نهائي ونهائي الكاس وادى دوره على اكمل وجه. فالحمد لله الجهاز الفني قادر ان هو يستفيد من اللعيبه اللي في القائمه ال 15 كلهم بنسب متفاوته، كل واحد على قد لياقته البدنيه، كل واحد على قد خبراته، كل واحد على قد فنياته امكانياته. فيعني الحمد لله، يعني الحمد لله احنا كجهاز بقياده اوجوستي فاهمين كل لعيب ممكن نطلع منه ايه، او ممكن هو يدي الفرقه ايه. ودي حاجه مميزه، انك انت اكيد شايف وبتتفرج ان اللي جوه السكور او بره السكور او اللي في الملعب واللي ورا الملعب اكنهم واحد، يعني ما فيش، الروح جميله جدا، اللعيبه كلها عندها هدف ان هي تكسب تفرح جمهور النادي الاهلي. والله ولا مكسب شخصي ولا اي حاجه شخصيه اكتر من الناس فعلا تفرح، زعلناهم كتير قوي السنين اللي فاتت، فان شاء الله باذن الله عازمين ان احنا ان شاء الله نفرحهم باذن الله. ده كان سؤالي ليك الاخير، جمهور النادي الاهلي اللي كله ثقه فيكم السنه دي ويمكن واقف على الفرقه بشكل كبير جدا، والسنه دي واثق ان شاء الله انكم تحققوا موسم تاريخي بكل البطولات. يا رب يا رب تكمل على خير ان شاء الله، ونفرحهم ويفرحوا معانا ان شاء الله. شكرا كابتن، بالتوفيق شكرا. المباراه الاخيره باذن الله. ده كان لقاءنا مع كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي. دايما يا رب النادي الاهلي في انتصاراته وبطولاته دايما يبقى في المقدمه. الكلمه ليكم، اتفضلوا. زميلنا العزيز محمد توفيق، بشكرك شكرا جزيلا.